فات على بالك. عبد القادر وابن عمه حالفهما الحظ بتوقف شاحنة نقل قارورات غاز البوتان على حافة الطريق العابر من الدوار. عليهم أولاً مقايضة البائع حول السعر، فعادة هو غير ثابت ويرتفع مع الندرة واشتداد برودة الطقس. والله لما ست صليت وجيت مصبعنا قاعد هنا هو بيتك المخدر يمس قال 25,000 كم يقول 25,000 قال انا بنعطيه فلوس صافي تقعد على الطريق لهديها ربي وتعالى تتعمر ما هديش ربي تبقى هيك طالع تروح البلديه تروح بيت تروح عندك كيس كروس تروح للصنات ولا ما عندكش بيت تجيب دواوير هنا وراه لبن نقصوا في غاز نقصوا فيه بيجي شنهار يجي يا شنهار تفوت يقول راح البلديه شيخ طارت يعطينا قرعه شيخ طارت يسهوش يمسح ولا الثلج احنا في الطريق هنا ها عندك هذا تفيت كما اذا قالوا ما نعطي لكش انا في البلديه قلت له تعطينا غير زوج نحلوا فيه ولا البذره نحلوا فيه بذره عطينا واحده كاين كماين كاين كلش بصح ازمه الشعب طلب بزاف تاع برا الشعب راه يخلص انتوا برا راه ما يخلصوا ما نكذبش عليك تاع برا يخلص. ليس بعيدا عن مركز تعمير قارورات الغاز تظهر الأزمة جلية، طوابير لمواطنين قدموا من أنحاء شتى، تبديل قارورة فارغة بأخرى ممتلئة يتطلب الانتظار لساعات متواصلة. رانا مستة تاع صباحنا رانا نقارو أو رانا في 2020 دوكا مازلنا في الأزمة تاع غازة هاوز مازلنا في العزمة الله يعينك يا بليسس ورانا كارين سامحين في خدايمنا ساي دوكا نجيبو جورنينا ما كانش صاي نقعدو نقابلو غاز ولا كيفاه ما نسخنوش ما نطيبوش طب مكانش. ما كانش خلاص وين نروح هلا قالبو هلا انا غاز وفرونا غاز راه تيه وترا عاقبه علينا ما دخلوناش غاز انا مباسين ما هذه القرعه هذه قاروره هذه وكي رانا نجيو للديبو هنا على بالك بلي رانا نديرو شفتي ان شاء الله شوف هذه راه غير دروك ما لحقتش 20 دقيقه شوف شاصرا. تبعية مركز التعمير إلى مديرية ولاية تيارت صعب علينا الحصول على رد بشأن جدوى مخطط الشركة الموسمي المتعلق بالقضاء على ندرة قارورات غاز البوتان، ويبدو أن السكان سيتحملون قساوة برودة الطقس.